بداية السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا مسلمين. قبل أن أبدأ يعني أحب أوصل الوصية اللي وصوني فيها أحد مشايخ الإمارات وطلاب العلم السلفيين، قالوا لي يعني أبلغهم يعني أبلغكم سلامهم. في السلام عليكم. في الركن السابق يعني تحدث أحد المتحدثين داعي التوحيد مصطفى، وقال يعني ذكر مقولة ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. فيعني سابقا ما كنت أعرف يعني الفرق بين ابن عربي وابن العربي، يعني فأتمنى أنكم تشرحون الفرق بيناتهم، لأن كثير من الطلاب يعني يجهل الفرق بيناتهم، يتحسبون أنهم نفس الشيء. والشيء الثاني أني كنت مر بكلية الشريعة والقانون، فسمعت أحد المتصوفة عندما كان عندهم ركن نقاش قام قال أننا نحن على مسلك الجنيد وعلى منهج أبا حسن الأشعري. فيعني أنا استغربت يعني هل أبا الحسن الأشعري والجنيد كان متصوفة حقا يدعون إلى الشرك هكذا. والسؤال الثالث، حتى أحد الأخوة دعاة التوحيد نحسبهم كذلك ذكر قصة الحلاج وذاك الغلام الذي كان معه، فصراحة يعني لم أستوعب القصة، فأتمنى إعادتها مرة أخرى. والشيء الأخير يعني رسالة اعتذار للشيخ مزمل، أن كنت في أحد الأركان سابقا فتحدثت وثم أحدهم تكلم عنك يعني في عرضك، فلم تتح لي فرصة حتى أدب عن عرضك. والسلام عليكم. أولا عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للتوضيح عن ابن عربي وابن العربي، ابن عربي النكرة، ما في ألف لام، النكرة ده النكرة، ودا محي الدين ابن عربي، وده هو الرجل الزنديق، وكان من زنادقة الصوفية، وهو اللي بيقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، وعنده كتب خبيثة جدا، منها كتاب فصوص الحكم، ويتكلم في الكتاب ده عن العقيدة بتاعت الحلول والاتحاد بتاعتهم، اللي هو أخذ أصلا من القديم الحلاج. فقال عن قصة آدم عليه السلام، وقال ما جامع آدم إلا نفسه والعياذ بالله، ويقصد بأنه آدم هو الله. فده عقيدته عقيدة باطلة، وده رجل أجمع العلماء على كفره وإلحاده، هو زيه وزي شيخه الحلاج اللي حيجي الكلام عنه. أما ابن العربي بالألف واللام، هو ده أبو بكر ابن العربي محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله المعافر المالكي، ودا متوفى في القرن الخامس، ودا من العلماء من المالكية، صاحب كتاب العواصم من القواسم، وصاحب كتاب تفسير آيات الأحكام، وغيره من الكتب الطيبة النافعة. وإن كان عنده بعض المسائل من المذهب الأشعري، لكن هو عالم من العلماء ومن المالكية، ودا زول كويس. أما ابن عربي داك الزنديق الملحد. الحلاج والقصة بتاعته، هو أصلا الحلاج كما ذكر ابن كثير وغيره عنده شغل بتاع شعوذة، وشغل بتاع حيل، والشعوذة بتاعته كانت عن طريق الحيل. فيوم من الأيام لما يعني أراد يظهر لتلاميذه للحيران بتاع إنه بعضا من الشعوذة بتاعته، ودار يصير لهم الولاية، فقام واحد من حيرانه والتبع بتاع إنه مشى إلى الفلات إلى الصحراء، ودفن مجموعة من الأطعمة، لحم، فاكهة، أعناب، غيره، دفنها في مناطق هو عارفها حافظها. فقام جاء وجالس مع الحلاج والجماعة بتاع إنه، فقام اخترع على الشيخ قال له لو نذهب نسهى إلى الخلاء نمشي، قال له نرفع عن نفسنا. فقام الحلاج طلع، فلما طلعوا كلهم فالحوار ده ذاته كل المخطط مدوره، فقام قال له يا شيخنا إني أشتهي لحما. فطوال الحلاج قال له طبعا متفقين على المحل، احفر هنا. طوال احفر هنا بالتيخة، احفر هنا مانجا، احفر هنا، وطوال تطلع له. فظنوا إنه هو ولي كبير، وهو عبارة عن مشعوذ ومحتال، حلاج مشعوذ ومحتال، وقتل بإجماع علماء المسلمين.
كما ذكر ابن كثير والخطيب البغدادي بإجماع علماء المسلمين، قالوا كافر. لماذا؟ لأنه الحلاج ادعى أنه هو الله، قال أنا هو وهو أنا، نحن روحان يعني روحين حللنا بدنا في بدن واحد. الحلاج بعد أن رسل رسالة لواحد من أتباعه مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان، دي الرسالة. لما وصلت الحوار قالوا مدخله في المخلاة بتاعته، عنده مخلاية يشيلها معاه طوالي، لو خش الحمام قالوا خش بيه ما فيك. فالشرطة قامت فتشته، المخلاية دي فاش انت بتخش بها اي محله، فتشوه لقوا فيها الرسالة دي، قالوا دي من منو؟ قال من الحسين بن منصور، وده الحلاج. نادى الحسين بن منصور قال له ده كتبته انت؟ عاين فيها؟ قال نعم هذا خطي ده يا هوانا. طيب انت الله العزيز الحكيم؟ قال نعم انا هو وهو انا. استتابوه ما تاب، قطعوا راسه طارقة، ده مرتد زنديق. جليل البرعي في زمننا ده في كتاب رياض الجنة ونرد جنة، نحن انتقاداتنا بنقول لك دي امشي ارجع عليها، انت لو صوفي ارجع عليها ما تزعل. لا البرعي ما تزعل، امهل ارجع عليها. مش الكتاب ده قاعد اسمه رياض الجنة ونور الدجنة؟ قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. الحلاج مظلوم؟ قال انا الله مظلوم؟ يعني انت داري يقول شنو كده؟ بس وريني عشان يكون غلطان، يقول شنو يعني انا الله؟ قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. وقال وقال الحسين، ذا الحلاج، وقال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، ده معبودكم وانا خدتها عليه قدمي. قال على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسر. الكتاب يا هدى مرق، هدى الكتاب. المسألة يا اخواننا ما فيها زعل، والمسألة ما فيها إساءات، زي ما الليلة كثير من الناس أول ما تنتقد في حاجة حقيقة عنده قال لك يا مولانا بس إساءات ما دارينا، مسي الأشخاص. يا أخي أنا ما أسيته، قلت لك الزول ده قال ها قال على معبودكم، قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. البرعي قال يا له، ودل التعجب، يا له من عارف كاسي، عارف عالم بكلامه ده، يبقى ده كلام كويس. فيبقى الحلاج معروف بزندقته ودفاع البرعي عنه. أما الجنيد وأبو الحسن الأشعري، أما الجنيد مذكور عنه كلام بيجيب الصوفية، لكن ابن تيمية يقول الجنيد رحمه الله تعالى أبو محمد لم يكن على عقيدة القوم، إنما كان على العقيدة السلفية، وكان من أقواله أنه قال لا يغتر بأحد حتى ينظر إلى متابعته للكتاب والسنة، ده كلامه، وكان متبع للكتاب والسنة. أما ديل بيقولوا إحنا على مسلك الجنيد ونحن تابعين للجنيد وكضابين، ديل ما تابعين للجنيد ولا تابع. يا أخي أنت شفتهم في ساحة المولد، واحد ماشي برأسه لتحت وكرع عليه فوق، أصل الجنيد كان كذي، وده تابع لشنو أصلا؟ وديل فرقة شعبية بتاع الجمباز، وواحدين الواحد في نص الذكر انت ما سمعت بالمجازيب، ديل في اهلنا هنا في كردفان المجازيب سمعت بهم؟ يا ريتو كان بيطيروا، ديل عندهم شغل ثاني كعب جدا، ديل عندهم كلام من البيم وتحت، انا ما بقدر اقول لك اي حاجه، كله تحت البيم. معقول يا ناس امشي اسمعهم؟ ديل انت عارف الامام بدل يستووا بقول لهم جنوا في الصلاه؟ يقول للناس استووا وقفوا للصلاه كويس، بدل يستووا والله بديهم لك واحده دي ما تسمع الا في السوق المركزي يا ناس. ديل كعبي ديل تابعين للجنيد؟ قال الجنيد السالك ده سلوك؟ سلوك شنو يا ناس؟ لا في سلوك، لا ابشع، وخليك من المجازيب. ديل ممكن انت تقول لي لا لا ما ديل جهال، في ناس كتبوها في الكتب جوا، بس اقرا، انا ما بقرا لك بلاك انت امشي اقرا. في كتاب اسمه طبقات الكبرى للشعراني، كرامات نمره واحد علي وحيش، بس انت احفظهم وبعدين اقراهم براك، انا خليني علي وحيش، اثنين عبد القادر السبكي،
ثلاثة محمد الكوراني، أربعة أبو خودة. والله أبو خودة ده أنا لليلة ما بقدر أقرأه، والله الله الخلق السماء لليلة ده أنا أبو خودة بقدر أقرأه لزول لليلة دي. واحد في الحصائصة كان عملنا ركن بدري أظن 2006 2007، فبعدين واحد من حزب الأمة ده الشليك كده هو وقال نفسه واد فاهم وكده، فأنا قلت له موية الكتاب ده فيه في الصفحة 624 يعني 664 624 قلت له دي ما بتنقري أنا ما بقرأ بخليها. وكان في صوفي نجيب اللي يجي يقرأ هو بتاع حزب الأمة قايلة يعني اللغة صعبة كده، اللغة العربية صعبة ما بتتقري يعني، هو عامل فيها الواد شاطر أظنه كان بيجي الأول في المدرسة كويس. أنا بقراها له وفي بنات قعدات بياي قلت لها هذول دي ما بتنقري مهل لا بقراها. أول ما جاء مسكها وإنه وتعرى لها بحضرة أبيها وإنه في شغل في دردق دقداق ثاني وإنه أظن أنا من قرا لقى البنات خشن تحت الكراسي. بعد شوية جاء الكتاب ومرق قلت لهم الحكومة يمشي زلط ده بيمشي زلط بالطقو عربية ده كلام كعب يا ناس. والمشكلة في الكلام الكعب إنه دين يعني انت كصوفي لما تقراه بعد ما تكفل الكتاب تقول تقبل الله منا صالح الاعمال ده صالح الاعمال تقرا لك كلام زي ده كده كلام كعب جدا. فعلى اي حال هم بيقولوا على طريقه الجنيد وكذابين الجنيد ما كده. اما ابو الحسن الاشعري كان في الاول من الفلاسفه عنده ثلاثه مناهي كان من الفلاسفه بعد ذاك انتقل إلى منهج المعتزلة قريب من الفلاسفة برضو بعد ذاك انتقل إلى من المنهج المعتزلة انتقل إلى منهج ابن كلاب وده منهج الأشعري اللي بيقولوا الليلة وأصلا منهج ابن كلاب ده المنهج بتاع إنكار الصفات ويثبتوا ستة صفات فقط كده. المنهج الشغالين بالأشعرة الليلة ده كان المنهج نمرة 2 بتاع أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري تاب منه وألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين وتبرأ من المنهج ورجع لمنهج أهل السنة والجماعة وترك المنهج الأول تماما. الصوفية ماسكين في المنهج الثاني حقه وقالوا ده حق أبو الحسن الأشعري ونحن تابعين له. ليه؟ لأن أبو الحسن الأشعري كان رجلا فاضلا وكان في القرون المفضلة وهم دارين يرجعوا عقيدة بأي طريقة لرجل من القرون المفضلة وزول العلماء بيثنوا عليه خير ده السبب. يقول لك احنا ماسكين في ابو الحسن الاشعري وفي الحقيقه هم ماسكين في المنهج اللي خلاه ابو الحسن الاشعري تركوا ابو الحسن الاشعري وهم ماسكين فيه. ده كل الموضوع عن العلماء اللي سالت منهم. تاني في فرصه ولا نختم؟